ايه ده؟ خصبتني. كريم، كريم. كريم، كريم، الحن يا كريم، كريم. ايه ايه سلام الحن يا كريم. مالك مالك بطني؟ انت ما خصب بطني بيني مولد. انت ولدي انت في السابع، انت في السابع. لا 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 انا هولد في السابع، انا هولد في السابع. طب اعمل ايه؟ اعمل اكلم مين؟ طيب اكلم كلمني ماما. طيب كلمني ماما. طيب طيب حاضر حاضر. عايز ايه مني؟ ايوه ايوه عايز ايه؟ مين؟ بنت انا بتولد؟ بتولد فين؟ دي لسه في السابع يا ابني. ها؟ اكيد رخم، هيطلع رخم زيك. طب اروح فين؟ اروح فين؟ طب انا هتصرف، هتصرف. بقول لك اديها دراعك، كل ما تصرخ ولا يجي لها الطلق اديها دراعك تقعدي فيه. امال هنعمل ايه؟ على ما اشوف دكتور ولا حاجه. ها؟ طيب هلاقي دكتور فين؟ ده انا لو لقيت كهرباء يبقى كويس. طب اعمل ايه؟ ايوه دكتور عاصم، دكتور عاصم، دكتور عاصم. يا رب الاقيه، يا رب يرد. مقفول مقفول. طب اروح فين انا؟ امشي انا؟ طب امشي بايه؟ ايه ده؟ امشي بايه؟ لما دكاتره امراض النساء في الفجر تقفل، لما كمادات تعمل لما الست تجيلها الطلق تعمل كمادات على بطنها. معلش معلش استحملي يا حبيبتي، استحملي استحملي استحملي. خلاص يا كريم بموت. بعد الشر عليك، بعد الشر. كل ده بسبب امك، هي السبب، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بس بسرعه يا كريم. طيب. كلمني ماما. طيب. وديني المستشفى. حاضر حاضر حاضر. طيب اهدي بس، اهدي بس، اهدي 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 بس. خلاص خلاص انا لو امك اتاخرت انا هوديك المستشفى واللي يحصل يحصل. بقول لحضرتك ايه؟ انا قبل ما هولدها هشوف الاول قسيمه الجواز. بصراحه انا مش مطمن للموضوع ده خالص. ليه يا دكتور؟ وانا واخداك تطلع لها رصاصه؟ ده انت هتولد بنتي. انت ليه محسسني انك امين شرطه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ انا العميد نور عز الدين، ماموره سجن النساء. مش معقوله هشارك في جريمه. طب ممكن بقى بعد اذن حضرتك اشوف الكارنيه بتاعك؟ اهبط بقى يا دكتور. قسيمه ايه وكارنيه ايه؟ هو انت بتطلع لي رخصه؟ بقول لك ايه، ما تشخطيش فيا، سيبيني اشوف انا هولدها ازاي. انا من النوع اللي بينسى. ما تعرفش تولد؟ خدي يا بنتي راجعي لي مراحل الولاده. كمان كمان احلق شنبي اذا ما كانش ساقط في ماده الولاده. تصرخ بعد الطلق؟ في حد بيصرخ؟ يا هي هتصرخ، يا البيبي هيصرخ، يا انا اللي هصرخ. حاجه ما تصورش. بتسمع ايه؟ ربنا يستر. سيبيني بقى اركز، ما تجننينيش. انا اللي هتجنن، هنحكي الشعر عليك. يا رب يا رب، كله بسببك يا مطرب المصانع انت. الواد ما نزلش ليه؟ ما نزلش ليه؟ طلع رخم زي ابوه. عارف لو بنتي حصل لها حاجه هجيب لحنجرتك قرار ازاله. يا رب يا رب، ده انا غلبانه يا رب، انا غلبانه يا رب. غلبانه بالذمه انت غلبانه؟ امال المفتريه تبقى ايه؟ ما هو كله بسبب الحبسه السودا دي. كان زمانها دلوقتي بتولد في مستشفى نظيف. لا ده بسبب عملتك السودا، كان زمان اخواتها حواليه. انا جايبه لها احسن دكتور في مصر. الرخم نزل، الرخم نزل. بقت عضو، بقت عضو. الحمد لله. مبروك مبروك مبروك. بنتي ولدت؟ لسه ما اعرفش. قول يا رب. الله اعلم. يا ريت يا ريت. امال مين اللي بيقول واه؟ ما اعرفش. بنتي جرالها ايه؟ عمل فيها ايه؟ مدرس الكيمياء ده. بنتك زي الفل وجابت ولد زي القمر. ادخلي لها. بجد؟ الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ مش حضرتك المطرب كريم ناصر؟ لا لا، شبه شبه.
شبهه ازاي؟ ده حضرتك شبه الخالق الناطق. يخلق بشبه 40. الف مبروك يا كريم. صوته رفيع سبرانه. بوسه بوسه. وكمان اسمك كريم؟ خلاص فضحتينا فضحتينا. اذن له يا كريم، اذن له، ما تغنيش. اذن اذن. الله اكبر، قول الله اكبر يا كريم. يا كريم خلي بالك، الله اكبر يا كريم. خلاص خلاص. الله اكبر. الله اكبر. انت مالك بقيت شبه حماتي كده؟ اسكتي يا ماما، ده انا كنت هموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، الحمد لله ان انت قلت لنا بالسلامه وجبت لنا القمر ده. وبعد كل التاخير ده، سامي سامي، بسم الله الرحمن الرحيم. كل التاخير ده انا قلت هتجيب واد ايه قد درفه الدولاب، جايبه لي عيل قد الكومودينو. بس ايه يا ماما الدكتور اللي انت جايبه ده؟ ده دكتور مجنون خالص وغريب، ده بيشك في كل حاجه. عندك حق، ده واخد الطب منازل. لولا خضيتي عليكي وانا جايباه كنت هعلقه في المرايه بتاعت العربيه. ليه؟ مش كان ده اكبر دكتور في مصر؟ ده شكله مخوله الاساسة. هيا يا كريم، هنسميه ايه؟ ايه رايك نسميه عبد الجبار على اسم بابا الله يرحمه؟ نعم نعم نعم. ايه عبد الجبار ده؟ ايه اسمه؟ مخبر؟ مخبر ايه يا ماما؟ ده بابا الله يرحمه كان مهندس زراعي قد الدنيا. الله يرحمه ويغفر له. بقول لكم ايه، انا قررت اسميه مسعد. صلاة النبي احسن، مسعد نهواند. والواد يكبر ولوزة تضمه للفرقة وتسميه بندق وتخليه يلف التنورة. خلاص يا ماما احنا هنسميه مروان. حلو مروان ده، مروان كريم ناصف، اسمه كله مزيكا.